اليوم غتحضروا معنا انطلاق فعاليات الجامعة الشتوية الدورة الثانية والنسخة الثانية واللي كنعقدوها كما السنة الماضية بشراكة مع جامعة الأخوين اللي مشكورة وفرت لنا كل الإمكانيات لإنجاح التظاهرة الشبابية الأساسية كما نجحت تظاهرات السنة الماضية. كما كتعرفوا كاين واحد الخطة كانت طلق من استراتيجية عند الوزارة هو الاهتمام بشباب مغربة العالم الجيل الثاني والجيل الثالث وبعض الأحيان بداية الجيل الرابع. الوزارة تعودت أنها كتنظم هذه الجامعات الشبابية. في البداية كان العدد ما كيتجاوز 120 مشارك ومشاركة. لقينا بأنه كاين إقبال كبير وطلبات كبيرة على المشاركة، لذلك نجنا واحد استراتيجية ألا وهو توقيع شراكات مع مجموعة من الجامعات المغربية ومع مجموعة من جهات المملكة المغربية باش يكونوا مساهمين معنا بشكل مادي وبشكل معنوي في تنظيم التظاهرات. لذلك انطلقنا من جامعة واحدة والآن وصلنا 5 الجامعات، كان 120 مشارك ومشاركة، الآن وصلنا ل 560 مشارك ومشاركة سنويا، وكنأملوا أننا نضاعفوا هذا العدد في السنوات المقبلة. الجامعة الشبابية كتدخل في إطار التحصين الثقافي لأبنائنا اللي عندهم علاقة قوية بوطنهم الأم واللي كتزيد قوة عن طريق التحصين الثقافي. التحصين الثقافي فيه مجموعة من المرتكزات، المرتكز الأول هو الثمار في نهج سياسة فتح المراكز الثقافية المغربية في بلدان الاستقبال أو ما يسمى بدور المغرب. انطلق كما كتعرفوا جميع الآن كيشتغل دار المغرب، كتشتغل في موريال في كندا، كتفاعل مع محيطها الكندي وكتفاعل كذلك مع مغربة العالم اللي عايشين في كندا. انتهت الأشغال من دار المغرب بأمستردام واللي كنأملوا أنها غتنطلق الأشغال ديالها أو الاشتغال ديالها في الأيام أو الشهور المقبلة. بدأت الأشغال ديال البناء في دار المغرب بباريس واللي كنأملوا أنها تنتهي في 2019 إن شاء الله، في نهاية 2019. فلذلك كما كتلاحظوا جميع أن هذه عملية التحصين الثقافي هي رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد بآليات مختلفة، لكن الهدف ديالها هو أن شبابنا يبقوا عندهم ارتباط ثقافي قوي بالمرجعيات الأساسية ديالو ديال الوطن الأم. عندنا كذلك اهتمامنا بشبابنا مني كنطرحوا موضوع العيش المشترك عنده خلفياته، بين الخلفيات وأن شبابنا يبقى مرتبط بمرجعيته الدينية اللي عندها قرون وقرون واللي دائما معروف في المغرب أنه كيمشي في إطار نهج ديال تبني مرجعية إسلامية وسطية معتدلة واللي كتخلي شبابنا أنه يرتبط بها ويعرف بأنه محصن عن طريق إمارة المؤمنين. فإذن مجموعة أوراش غتنظم غيكونوا فيها أهل الاختصاص وغتكون فيها مجموعة مواضيع عندها بعد ثقافي، عندها بعد في إطار التحصين الديني، وعندها بعد وطني. دائما كنحرصوا باش نعطيو شبابنا آخر المستجدات فيما يخص الوحدة الترابية. جيت هنايا حيت اصلا مني سمعت الخبر على هاد الاكتيفيتي ديال لونيفرسيتي ديفير دي فرين، بان ليا واحد اوبورتونيتي باش نتعرف اكثر على البلد ديالي المغرب، حيت صراحه انا تخلقت هنايا في ستات في مدن ستات، ولكن مشيت لاسبانيا من كان عندي سنه 9 يعني، واخا لا ريلاسيون ديالتي مع المغرب باقا قريبه وبروش كنجي كل سنه، ولكن صراحه كان كيبان ليا بما كاينين بزاف ديال الحوايج على البلاد ديالي اللي ما كنتش عارفاهم، وبان لي هذه الاوبورتونيتي يعني الفرصه ديالتي يلا باش نتعرف على البلاد ديالي، وفي نفس اللحظه نتعرف على الطلبه اخرى ديال دولات اخرين من فرنسا، ايطاليان، المان، من كاع دولات العالم. اكيد كيف ما قلتي يعني جايين من كاع الدولات، والحاجه اللي بيناتنا يعني واخا كل واحد عنده الجنسيه ديالو من بلد اخر يعني ديما بقاو كيف
مغربيين. يعني هذيك بالنسبه ليا هي النقطه اللي كتجمعنا بعضياتنا هنايا واللي غتخلينا ديما نبقاو مجموعين. هاد الحب ديال الوطن ديالنا. شاركت في المناسبه علاش كانت الاخوه دريه كتعرف واحد الدريه صاحبتها ديجا دارت المشاركه وقالت لنا كيدوزوا داك الشيء زوين الحمد لله، وقلنا نحاولوا حظنا نشوفوا واش حظنا كاين معنا. صراحه هادشي الحمد لله دابا داز مزيان، تعرفنا على ناس جديده من بلجيكا، فرنسا، اسبانيول، كاين حتى ناس من برازيل من اي بلاصه. الحمد لله كلشي داز بخير، وكنتعرفوا على المغرب احسن حاجه شفنا بحال اونيفرسيتي اخوين. كنت الصراحه عمري ما شفت مغربي وعمري ما شفتها، واليوم تعرفنا على سي منير السليمي، بدينا كندرسوا معاه على حسب المشكل تاع الصحراء، والحمد لله داك الشيء داز مزيان، ودابا غنستقبلوا مع الوزير تاعنا. قالوا لها شي صحاب ديالي جاوا في لا بروميير اديسيون، دونك جي دي بوركو با نجرب علاش لا. فريمون سيتي تري تري انتريسون باسكو تعرفت على برشا عندي اون تونسي برشا ديال لي ماروكان اوتور دو موند، تعرفت على المغرب افران سي جولي.